مبروك عليك العربية الجديدة يا عم. الله يسلمك ويبارك فيك يا وزعادة، الرحلة كانت ناقصاك والله يا باشا. رحت المينا يا اخويا؟ الشغلانة طلعت سهلة يعني؟ اه والله يا مدام، بصراحة الرجالة بتوعكم قاموا بالواجب وزيادة، وأنا قاعد على الكرسي بتاعي، الورق كله سعادتك جاي لحد عندي، ربنا يديهم الصحة. اللهم صل على النبي. دول 100,000 جنيه حق، عربيتك تستلمها بكرة، يكونوا الرجالة بس توقعوهم تراب السفر. تمام، طب ما تخلي سعادتك. حبيبي. خيرك سابق يا باشا. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يحرمني من سعادتك، ربنا يخليك. رجالة، حبيبي، مش عايز حاجة؟ الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك فيك. تسلم. تمرين في حاجة يا مدام؟ لا هيوصلوك يا اخويا، اتكل على الله. يا غالي تسلمولي، الله يبارك لكم. يلا يا رجالة، واحد بس والتاني يبقى معايا. بالراحة يا عمنا. نطمن بقى. تمام. برافو. مع اني ما كنتش موافق. كنتش متخيل الحركة البلدي دي هتعدي. يا باشا البلدي يوكل. يا صلاة النبي، ده احنا هنبقى اغنية والقش هتبقى معدن. الغريبة بقى يا راشد، لما قلت الاجانب بره على حركة الكوك في عربية المعاقين دي وافقوا على طول. ما الخواجات برضو بيفهموا يا اخويا والله. عام الشقاوة بقى اللي بجد، كنت باخد 500 جنيه على العربية اللي زي دي. أول لما عرفت السكة دي ما بطلتش، والناس كانت فاكراها خدمة إنسانية. اللهم صل على النبي على الفكرة الكافرة بتاعتك يا معلم. قول يا معلم. حلاوتك يا ماستر. يلا يا اخوي يلا. مبروك علينا 5 كيلو كوكايين حلال. حلال يا راشد. اه يا باشا، مش جايين عن طريق خدمه انسانيه. اه يا ولاد.